كلمة إن شاء الله تعالى. يوم ذي الحجة كما قال سي محمد تصادف هذه السنة الدخول زيد المدرسة. إذن كاين الناس الآن سيتهافتون. الناس غادي يتهافتوا على زوج تاع صوالح. غادي يجي يقول لك شري لنا العيد ولا يقول لك بغيت يدخل ولدي للمدرسة. الناس غادي تدير يعني إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المقارنة والأولوية التي يمكن أن يتبعها الإنسان. إذا كان القضية نتاع الدخول المدرسة، قضية ديال العيد اللي ما يقدرش يرد ربي يرفع عليه. ويا ريت الناس تخدم في اتجاه توعي الناس وتقول لهم واش أنت يا مثلا العيد ماشي مفروض عليك وتمشي تبيع الخزنة ديالك ولا دير الكريدي ولا راه موعدينك شي وحدين إن شاء الله غادي يقول لك غادي يجيبوا لك العيد، أعطيت صوتك إن شاء الله باش يجيبوا لك العيد وهذاك الشيء، ها؟ ولا غادي توقف مع اللي يمشي يقرا وطلب العلم فريضه، لابد ان ترجح طلب العلم. فجمعيه مناهل الخير احسنت فعلا ان كانت اعطت الاولويه للدخول المدرسي بالنسبه لاولادنا الذين لا يجدون العائله والكفيل الذي ينفق عليهم. فهذا من الأعمال الصالحة التي هي في فضلها تفوق الجهاد في هذه الأيام. بذات العلم حتى في غير هذه الأيام راه جهاد، لأن طلب العلم فريضة وهو فريضة قبل الفريضة. فكيف إذا صادف هذه الأيام انت هذه الحجة؟ فإن شاء الله تعالى المساهمة في التيسير على العوائل المعوزة حتى تتم عملية الدخول إلى المدرسة دخولاً طيبا رفيقا بدون مشقة. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن عمل على أن يخالط أبناؤنا المدارس فإنه إنما يبعدهم عن مخالطة أماكن أشد ضررا وما أكثرها في المجتمع، لأنه إذا خرج من المدرسة فلن تتصور أنه ستتلقفه مؤسسة تربوية ستعتني به، إنما الذي يتلقفه ما ترونه في الشارع. ولادنا الان صغيرين كيبيعوا واسمه يبيعوا الدخان ويديروا السراج ويبيعوا كذا، وما اكثر من يتحدث عن حقوق الانسان. يعجبوك في التلفزيون وهما يتحدثوا عن حقوق الطفل حقوق الطفل حقوق الطفل. على كل حال نسأل الله تعالى سبحانه عز وجل ان يستر قبائحنا وفضائحنا وان يثبتنا وأن يطيل أعمارنا حتى يحيينا لهذه الأيام. وإذا أحيانا الله تعالى نسأله أن يوفقنا فيها للعمل الصالح.